مرحبا نوع من الزهور، إذا قام الشخص بإزالة واحدة منها بيستطيع أنه يشم رائحة بتنبعث من الجذور. زهور دانتيل الملكة تعرف الزهرة الصغيرة الموجودة برأس الزهر باسم المقعد الخيالي، ويمكن أنه نعثر عليها بالظلال بألوان مختلفة من الأرجواني والعنابي، وتعتبر مصدر إزعاج للجلد، لهيك ينصح بارتداء القفازات عند اقتراب منها أو التعامل معها. مثلا شوف كيف عم يكون الطقس، عم يكون الجو متقلب بين الغائم جزئيا والغائم ماطر على فترات، عم تكون هطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا خاصة فوق المنطقة الساحلية، كما عم تبقى درجات الحرارة أدنى معدلاتها بحوالي درجة 3 درجات مئوية. الرياح جنوبية لجنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، عم تتراوح سرعتها بين 10 و 15 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة عم تتراوح بين 45 و 85%، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، وعم تسجل درجة حرارة الماء 19 درجة. من تلا طقس العاصمة دمشق، عم تكون الأجواء فيها ماطرة وعم تسجل عليا 10 درجات، رح ننتقل على المحافظات السورية ورح نبدأ جولتنا من المنطقة الجنوبية. سويدا عم تسجل فيها العليا 9 درجات، درعا عم تتراوح فيها بين 8 وال 11 درجة، وبالقنيطرة عم تسجل فيها الحرارة الصغرى 5 درجات وعم يكون طقس ماطر. رح ننتقل على المنطقة الوسطى على حمص وحما، حمص عم يكون طقس فيها ماطر وعم تسجل عليا 13 درجة، أما حما فعم تتراوح بين 8 و 13 درجة. رح ننتقل على المنطقة الساحلية على طرطوس، عم تسجل فيها صغرى 11 درجة، أما عم تروح بين 9 و 16 درجة، وبلواء اسكندرون عم تسجل عليا 8 درجات. رح ننتقل على المنطقة الشمالية على إدلب، عم تكون الأجواء فيها غائمة جزئيا وعم تسجل عليا 12 درجة، أما بحلب عم تروح بين 5 و 10 درجات. وأخيرا جولتنا حتكون على المنطقة الشرقية اللي عم تكون الأجواء فيها غائمة جزئيا وعم تسجل عليا 13 درجة برقة، أما بالحسكة عم تروح بين 6 و 11 درجة، وأخيرا بدير الزور عم تسجل الصغرى 8 درجات. أخبار الطقس اليوم خلصت، لاقوني بكرة تبقوا بخير.